السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مشاهدينا ومتابعينا على قناتي على اليوتيوب. طبعا يا جماعة، النهاردة عايزين نتكلم في أمر ضروري جدا وهام، لأن الفترة اللي جاية هيحصل فيه قلق جامد جدا ووش بالنسبة للحر ودرجة الحرارة، وهيبقى فيه الرطوبة عالية جدا، فده هيعمل احتباس حراري للكلاب. فربنا يعديها على خير معانا ومعاكم بإذن الله تعالى. يعني اللي عنده كلاب يا جماعة يبتدي يحافظ عليها الفترة اللي جاية قوي، علشان خاطر هتبقى الرطوبة في الجو عالية قوي، والرطوبة هي اللي بتجيب الاحتباس الحراري، عشان خاطر نكون عارفين. فحاول على قد ما تقدر تجنب الجو ده او تتجنب الكلام ده، عشان خاطر ربنا يسترها معاك. طب اتجنبه ازاي؟ اتجنبه ان طبعا لو انت حاطط كلبك في بوكس سجانة حديد ومنه للسطح، لا شيله بسرعه، ما تخلوش في سجانه. حاول تخلي الكلب بتاعك في قلب اوضه مفتوحه، مفتوحه شبابكها مش مقفوله خالص. يعني بمعنى لو شويه هواء دخلوا له تمام، الشمس دخلت له تمام. اهم حاجه ما تكونش مقفوله عليه وتقول ده انا بحميه من الشمس، لانك كده انت مش بتحميه، انت كده بتموته بالراحه، بتجيب له احتباس بالراحه وبتموته من الرطوبه اللي موجوده في الجو. فانت تجنب الكلام ده كلته. لو انت كلابك على السطح حاططها وحاطط فوق منها اللي هي الحاجه اللي هي طبعا الصعبه جدا، اللي هو الصاج اللي هو بيبقى محطوط، طبعا ده بيسحب درجه حراره عاليه جدا، تمام. فبالتالي الكلاب هتتعب منك. انت حاول لو انت حاطط عندك على سطحك نزل كلابك في قلب اوضه، او تبتدي تشغل لهم مروحه. اشغل لهم مروحه؟ ما اشغلهمش ليه؟ يا اما مش هتشغل مروحه والامور عندك مش هتبقى مستقره تمام، وهتخاف من الحته دي. لو انت كلابك في عندك دور فاضي، يعني بمعنى لو انت صابب مثلا سقف بس بعمدان كده ومش مقفل، اربط الكلاب في المكان ده، يبقى منهم طول النهار الهواء ضارب فيهم، بس الميه ما تشالش من قدام منهم، الميه ما تشالش من قدام منهم نهائي. بمعنى ان انا دايما اجدد لهم الميه، مع الميه ابتدي اجيب محلول معالج الجفاف، محلول معالج الجفاف من الصيدليه تمام، الكيس بجنيه. هتبتدي تجيب لك مثلا حوالي 3 4 اكياس على كل جردل، وتبتدي في نفس الوقت تحط من بالليل اكياس تلج عندك في الفريزر، وتحطها في الميه. مش هنحط كميات عشان خاطر ما تبقاش الميه ساقعه عليهم قوي تتعب الكلب، لا احنا هنخليها يعني اكنك انت بتشربها، ما ينفعش تشربها متلجه ولا ينفع تشربها سخنه تمام. هتبتدي تحطها له تبقى فتره كده كويسه، عشان خاطر الكلب لو حس بدرجه حراره وابتدى يحط ايده يبرد جسمه، يبرد جسمه، ولو ابتدى يشرب برضه نفس القصه يبرد جسمه من جوه تمام. ففي جميع الاحوال حاول تجنب الحر او الجو اللي انت فيه اللي احنا داخلين عليه دوت، لان طبعا درجه الحر يعني ما تطمنش اليومين دول بصراحه خالص، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب باذن الله تعالى. محلول معالج جفاف دايما يكون معاك على كل جردل، مثلا لو انت عندك جردل كبيره في كل جردل مثلا كيسين ثلاثه، ومعاهم حته تلج، عشان خاطر الامور تبقى كويسه. الكلب ما لا قدر الله ما حصلوش حاجه، معالجه الجفاف طبعا المحلول، عشان خاطر الكلب ما يتعبش منك او الحراره تاثر عليه، لا بيعالج الجفاف باستمرار على طول. يعني هتلاقي الامور معاك كويسه باذن الله تعالى، فانت ما تقطعش الحاجات دي كلها خالص عشان ربنا يسترها معاك تمام. طيب في سؤالين كده نرد عليهم بسرعه. محمد بيقول يا كابتن النتايج عندي بتجيب دم جامد بعد الجواز، النتايج ايه الحل؟ ارجو الرد سريعا. معلش تاخرت عليك في السؤال يا محمد. النتايج بتجيب دم، لو بتجيب دم جامد لونه احمر طبعا، جامد جامد تمام، ده طبعا هيكون نزيف لانك انت اتجوزت غصب عنها، او بشره الذكر ممكن يكون كبير عليها. فاللي هيحصل كالاتي، انك مثلا ممكن يكون جرحت منك، جرحت منك تمام. لكن لو دم مش كتير بينزل كده بفترات ولونه فاتح مش غامق قوي، فالامور تمام باذن الله تعالى، مش اي مشكله خالص. حازم جنيدي بيقول لو سمحت معايا كلب 5 شهور عايز احميه من الديدان، ولو عندي ديدان تمشي ايه؟ تمشي لو سمحت قول لي اديله ايه؟ لو سمحت رد عليا. حاضر. بالنسبه للديدان زي ما احنا قايلين في الفيديو اللي فات، قلنا عليك وعلى الدورنتال. الدورنتال جميل جدا طبعا، هو الحاجه الوحيده، بدل انت عندك كلب 5 شهور فلازم تدي له دورنتال. مش هينفع بقى ندي نقول فورمال او ندي كذا او ندي كذا او الكلام ده خالص، لا احنا هندي دورنتال. الدورنتال جميل جدا، حلو قوي قوي قوي، بس اجيبه من حد موثوق منه، حد يكون بيعامل ربنا شويه، عشان خاطر في ناس بتلعب في الحاجات دي قوي، بتلعب في الحاجات دي فعلا كتير كتير، بيبقى المضروب المهم حاجه ان هم يكسبوا ويبيعوا وكلام من ده. لا احنا عايزين نتجنب الكلام ده، نبتدي نشوف الحاجه ديك اللي هي الكويسه تمام، ونبتدي نديها للكلاب.
كلبك 5 شهور، لو هو مثلا وزنه 20 كيلو ولا 15 كيلو هتديله حبايه ونص، وبعد 15 يوم هتكرر تاني الجرعه وتديله كمان حبايه ونص او حبايتين على حسب وزنه، على حسب وزنه. بس تيجي تدي البرشام اديه على غير الريق، يعني ما يكونش واكل قبلها بساعتين اقل حاجه، وتاكل بعدها بساعتين عشان خاطر البرشامه تنزل تفتت اي حاجه موجوده في المعده، ان كان في دوده او ان كان في اي حاجه تبتدي تمحيها خالص، والامور ترجع تتعدل وتبقى كويسه وزي الاول باذن الله تعالى. يبقى انت كده حميت كلبك من الديدان، وحميت كلبك ان هو يكون في بطن ديدان، يعني حميت انه يجيله ديدان، وحميته في نفس الوقت ان هو يبقى بطن ديدان. طيب اصل قصه ان انا احميه من الديدان، احنا كبني ادمين بيجي لنا ديدان، بناكل اكل طبيعي، اكل كويس، اكل زي الفل، لكن برضه في الاول والاخر بتلاقي بيجي لنا ديدان. فبيجي الديدان من اي حاجه، ممكن من حته لحم، ممكن من حبه خضار، من كذا من كذا، تمام. لكن اللي احنا نعمله كل فتره ان احنا يعني ندي الجرعه بتاعتنا عشان خاطر ربنا يسترها معانا، تمام. وليد بيقول مطلوب نتايا شولاين ريال بلاك السن من سنة. لا والله انا حاليا ريال بلاك لا مفيش، اللي موجود حاجة جيرمان دي الموجود، لو انت عايز حاجة ريال بلاك موجود. طبعا حاجات عمر 4 شهور ولا جيري، طبعا كلاب محترمة قوي، كلاب يعني اللي هيربيها فعلا هينبسط منها جامد جدا. ان شاء الله هنصورها الفترة اللي جاية بإذن الله تعالى، لاني كنت مشغول اصلا والله ما شفتهم لحد وقتنا هذا، هم عمرهم النهارده 4 شهور، لكن الفتره الجايه باذن الله تعالى هنبتدي نصورهم وهنبتدي نظهرهم. كلاب ان شاء الله هتفرح وليها مستقبل كويس قوي 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 قوي، وفيهم خط دم حلو، مش عشان خاطر هم من عندي هم مش من انتاجي، انا كنت متجوز لصديق ليا واخد حق يعني عامه في الخلفه، لكن الام كانت عجباني قوي، الام فيها خط دم بوجان يعني بطل المانيا، كلب من الكلاب اللي جت نزلت مصر كانت مسمعه جامد قوي 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 عن اي كلب نزل مصر. فالحمد لله تعالى وكرم ربنا علينا جوزنا الكلب والحمد لله ربنا كرمه وفرخت. علي بيقول السلام عليكم، فيك تبعت لي جرو من مصر لاوروبا؟ بص يا استاذ علي، لو انت عايز جرو في اي مكان في العالم باذن الله تعالى نبعتهم على شركات شحن، ونبعت لك في اي مكان انت عايز، شوف اللي انت عايزه حضرتك وانا عنيا ليك، شوف انت عايز جرو ايه، ان كان رويال او ان كان ملون او عايز حاجه كبيره او حاجه صغيره، طبعا عينيا ليك. هي القصه كلها بالنسبه للشحن او بالنسبه للسعر عندي ان شاء الله ما فيش اي قلق خالص، اللي انت عايزه طبعا هيكون تحت امرك، وحاجتي هي حاجتك وملكك وملك اي حد طبعا معانا على القناه، لكن هي كلها تفرق هنا في شركه الشحن هتاخد كام او هيكون امورها ايه، لان شركات الشحن ابتدت تعبط اليومين دول جامد جدا، وابتدت نسمع اسعار خزعبليه شويه بالنسبه للسعر، حتى الجراوي اللي كنا بنشحنها للعراق او لفلسطين او للاماكن ديك، تمام، ابتدى يبقى فيه يعني اسعار رفع شويه. فاحنا بنقول ان ربنا يسترها الفتره اللي جايه ان شاء الله والامور تنزل، لان في ناس كتير طالبه مننا كلاب وجراوي وخايفه من قصه سعر الشحن بصراحه ربنا. فاحنا يعني ايه ربنا كده يعدي على خير باذن الله تعالى، الامور تستقر وترجع تاني كل حاجه رخيصه عشان خاطر الكل يشتغل، والكل ان شاء الله رب العالمين ربنا يرزقه ان شاء الله خير. طبعا يا رب ما يكونش تقيل عليكم، وانتظروني في فيديوهات جايه باذن الله كتير، جايه كتيره باذن الله تعالى، هنقدر نقول ونستفيد من بعضنا بإذن الله تعالى. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.